لا عن جد، شكرا عن جد، يعني حطيت لي اشخاص يعني، وشكرا على الحكي، بس اشخاص عن جد هن كثير غاليين على قلبي. تيمو، كل انسان بالحياه عنده نقطه ضعف، انا هذا الصبي يعني مبروك. طب ما تجيبي صبي وتخلصي. لا بحبه، لا ليك لا لا خطير، ما عندها شيء بالانستغرام غيره. لا لا لك، هي ما لها يعني، اكيد هي ما لها القصه، قصه انه اوف انا بدي اولاد وما قادره اجيب اولاد وعندي. لا اكيد انا قادره اجيب اولاد، انا اليوم اذا بدي اخذ قرار انه هلا اتزوج اكيد اتزوج بجيب ولد وكذا، بس انا فعليا مأجله هذا الموضوع لفتره، لانه انا حابه يعني حابه انه ركز بشغلي. انا بمرحله كثير خطره، يعني أنا بمرحلة أنه لازم كل تركيزي يكون للشغلي. تيم إجا شغل أهم من العيلة؟ لا ما له أهم، بس أنا لازم أعطي فرصة للشغلي، لأنه أنا في مرة قصرت لما أنا قطعت 5 سنين، أنا أعتبر قصرت بحق شغلي اللي أنا بحبه، ولكن أنا قطعت بسبب ظروف. فتيمو هو نقطة ضعف، لأنه تيم الله يخلي له أمه وأبوه، وقت اللي صار موجود بيناتنا الحمد لله، أنا كنت بفترة قاعدة ما كنت عم بشتغل، فكان كل أغلب وقتي يكون بالبيت، يعني ما في شيء، وتعرف الأوضاع وحرب وهيك. فثاقبت أنه الولد خلص، أنا يعني أكيد أمه موجودة وأبوه موجود وما بيأثروا، بس يعني فجأة صار في حب غريب اتجاه هذا الولد. كنت فاضية وقاعدة ما كتير، هلأ مثلا بسافر كتير ما دايماً عم بقدر شوفه، بس قبل لا قعدت، يعني صار عندي اكسبيرينس فظيعه. انا يلا جاهزي لتربي، صرت جاهزه. طيب هلا حن